أهلا بكم. غادرة المهاجرة المغربية التي تابعتها النيابة العامة بابتدائية مراكش بتهمة المس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي على منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم 22/23/2021 السجن المدني الوداية ضاحية مراكش بعد قضائها للمدة الحبسية التي قضت بها هيئة الحكم الجالس بهذه المحكمة في حقها لتورطها في تحريف صورة الكوثر تحت اسم صورة الويسكي. وتمكنت الشابة الطالبة من مغادرة أسوار السجن بعدما قررت محكمة الاستئناف بمراكش في اليوم نفسه تصحيح الحكم الابتدائي والذي قضى بالحكم عليها 3.5 سنين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم مع الصائرة والإجبار في الأدنى في حقها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي بجعل العقوبة الحبسية 60 يوما موقوفة التنفيذ. وكانت نون يا نشرت تدوينة قبل سنتين على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تحريف لإحدى صور القرآن الكريم تابعتها النيابة العامة بتهمة المس بالمقدسات واطلاع العموم على ذلك عبر شبكة الانترنت. ووفقا لملتمسات وكيل الملك فإن الضنينة التي تحمل جنسية مزدوجة مغربية وإيطالية ورأت النور سنة 1998 بمدينة فيميركات الإيطالية تمت متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منشورات وتوزيعها وبثها للعموم عبر وسائل إلكترونية والسمعية والبصرية التي تحقق شروط العلنية وهي الأفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة القانون الجنائي. وكانت فرقة محاربة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات نشر منشور مسيء للدين الإسلامي يتضمن صورة قرآنية محرفة عبر الحائط الفيسبوكي للمتهمة التي كانت تدرس بكلية الطب بمدينة مارسيليا الفرنسية قبل أن يتبين في الأخير أنها غادرت التراب الوطني بتاريخ 8 نوفمبر من سنة 2019 ليجري تعميم برقية بحث على الصعيد الوطني في حقها. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.